المفروض كنت نضرب في اللي عدت دي، بس ماشي يلا. اللهم صل على النبي. برضو كفاية في سمكة عافية ما شاء الله يا كريم يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم محمد رحال، معكم فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة من كفر الشيخ نتحدث. كنت قريت أكتر من بوست كده على الفيس، الناس بتقول إيه هو الموسم اشتغل فعلا في كفر الشيخ ولا اشتغل على النت بس. فطبعا أنا حسيت بدوري إن أنا المفروض إن أنا نجرب كفر الشيخ لنفسي وليكم للمصلحة العامة يعني عامة. أنا باختصار كده، أنا دخلت عن طريق ضمره في الترعة اللي هي بيقولوا عليها الإسرائيلي، في طريق كده بيقولوا عليه البيارة متجه إلى النصرانية. هما شباب قعدنا على الطريق ده، عملت السفر بتاعي، عملت مراية بالغلة وبالعلم، وقعدت اللي أنا اكتشفته إن المياه بتشتغل من السمك اللي بيدخل على المراية قليل خالص، السمكة تعتبر واكلة من جوه. السمكة اللي انتوا شفتوها دي انتاي يعني الطلعة لو فيها مثلا 3 4 حتت من دول نقدر نقول لكم ان الغلة شغالة كده في الوصلة دي اللي هي النصرونية وبتاع وكده يعني. لو هي حتة ولا حتتين يبقى الوضع مش كويس يعني، ما نشجعش، لكن اللي حابب يتسلى عادي يطلع ليه رزق وهياخده بمشيئة الله. هنصوره كده ان شاء الله اللي ربنا قدرنا عليه، هنتابع معاكم بقية الفيديو. ما تنسوش تعملوا لنا لايك، ولو اول مره تشوفونا اشتركوا عندنا في القناه. سواء كان العده المستخدمه يا جماعه عود 3 متر، ودايما اغلبيه العيدان اللي بنشتغل بيها في الغله بتكون 3 متر. انا حاطط شعر اساسي 30 رمال 25، السنار في عود حاطط فيه سنار 4 عدل، وفي سنار تاني شغال ب3 ملون وراحت اهي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ماشي، هو السمك ده كفاف يا جماعه على فكره، ماشي حاله يعني، برضو الحمد لله والشكر لله. يعني لو فضلت كده شغالة ساعة هترضينا ان شاء الله. بص يا جماعة، دي حتة تانية برضو حجم محترم يعني، هي كف مرتاح، بس اظن ان ادلى من النتايات ديت الواكلة يبقى الى حد ما المية في الوقت ده كويسة. ممكن النهاردة بقى معكسان احنا عشان الهوا زي ما انتوا واخدين بالكم، بس هي الى حد ما كده دي تاني حتة تعتبر المية كده كويسة. الارزاق طبعا بيد الله يعني، فنقدر نقول اللي عايز يتوكل على الله يتوكل على الله والرزق بتاع ربنا. طبعا عشان تطلع تصطاد وانت مرتاح ويعني عامل اللي عليك، اختار مية تكون فيها مية بزيادة يعني، تكون عالية ما تكونش خاسة، ورزقك بقى على الله ان شاء الله. الطعم ده طبعا حاجة اساسية معاك، لازم يبقى معاك طعم. هو انا بصراحة السمك نعتبر اكتر سمك خدته بالغلة، ولكن الامر ما يسلمش برضو، اوقات بتقفل معاك لازم يبقى معاك طعم. فنقدر نقول توكلوا على الله يا جماعة، اللي عايز يتسلى يتسلى والارزاق على باذن الله. ماشي حبايبي، احلى 100 مسا عليكم. المفروض كنت نضرب في اللي عدت دي، بس ماشي يلا. اللهم صل على النبي. برضو كفاية في سمكة عافية ما شاء الله يا كريم يا رب. طبعا هي بالأمانة يعني شباب، هي مش ورا بعضها يعني، الواحد حتى صعب ان هو يصور يعني، من نادر لما بنفتح كاميرا ونعرف ناخد لقطة. بس المهم ان انا دخل عليها خنيني محمل يعني، ما شاء الله السمكة ديت خنيني اهيت او المليمي، بس حتة خشن يعني، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يرزق الجميع يا رب، وان شاء الله موسم خير علينا وعليكم يا شباب. طبعا الماء دي مفتوحة يا جماعة، فالواحد مش هيخسر حاجة لما يقول عليها ويوصف، اما لما بتبقى حاجة مقفولة او حد مثلا واخدني معاه وقايل لي ما تقولش، فبيبقى صعب عليا، عشان بس تبقوا فاهمين يعني. ربنا يرزقنا ان شاء الله
موسم خير على الجميع. اهم حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم المكان اللي تصطادوا فيه يكون فيه ميه. طبعا لو يوم الهوا فيه قليل عن النهارده ان شاء الله هيكون الوضع احسن باذن الله ومشيته، والله كريم يا شباب. النهايه يا جماعه دي الحصيله بتاعتي اللي ربنا كرمني بيها ما شاء الله، يعني لا قوه الا بالله، اظنها ايه يعني مرضيه وليست مجزيه، بس الحمد لله. طبعا لما تاخد السمكتين دول احسن لما تروح ايه افاك يا عم عايش. تعتبر ده باختصار كده الموسم الغله في شهر 4. انتوا ليكوا الحكم بقى، ولو في اي سؤال احنا مع بعض في التعليقات. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم سامح من رحالة. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك. سلام عليكم.